أهلا بكم إلى نشرة أخبار الخامسة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها من أهم العناوين. خلال لقاء بطهران، تعهدات أوروبية بالالتزام بالاتفاق النووي وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع إيران. المفوضية العليا العراقية تعلن تصدر كتلة مقتدى الصدر ب54 مقعدا في الانتخابات البرلمانية. وفاة أكثر من 100 شخص جراء تحطم طائرة ركاب في كوبا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس مجلسي الدولة والوزراء بجمهورية كوبا في ضحايا تحطم طائرة الركاب قرب مطار هافانا الدولي. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسر الضحايا والشعب الكوبي الصديق. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. جدد مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميغيل إرياس كانيتي تأكيد التزام الدول الأوروبية بالاتفاق النووي الإيراني، مشيرا خلال لقائه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي رغبة الدول الأوروبية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إيران وتجنب حكوماتها للنظام المالي الأمريكي بإجراء تحويلات مباشرة لإيران فيما يتعلق بصادرات النفط. من جانب آخر، قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن على الاتحاد الأوروبي أن يفي بتعهداته بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى رغم قرار واشنطن الانسحاب منه. واعتبر صالحي قرارات واشنطن غير موثوقة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات والقرارات الدولية. في العراق، فازت قائمة سائرون بقيادة مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان بحصولها على 54 مقعدا في انتصار دفع قائمة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي إلى المركز الثالث. وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن كتلة الفتح بقيادة هادي العامري والتي حاربت ضد تنظيم داعش جاءت في المركز الثاني بحصولها على 47 مقعدا، في حين حصل حيدر العبادي على 42 مقعدا. هذا وبحسب الدستور العراقي فإن الحكومة يجب أن تتشكل خلال 90 يوما من إعلان النتائج الرسمية. في أفغانستان، قتل 11 شخصا على الأقل وجرح 45 آخرون في سلسلة تفجيرات استهدفت مباراة للكريكيت في جلال أباد. وقالت مصادر محلية إن 3 عبوات ناسفة زرعت في الملعب وانفجرت وسط المتفرجين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. ولم تتبنى أي جهة الهجوم، فيما أعلنت حركة طالبان أنها لا تتحمل مسؤوليته. وكان تنظيم داعش قد تبنى في سبتمبر من العام الماضي هجوما انتحاريا على مباراة للكريكيت في كابول، أسفر عن سقوط 3 قتلى و5 جرحى. نجا 3 أشخاص من أصل 110 لقوا حتفهم إثر حادث تحطم طائرة جراء حريق نشب بعيد إقلاعها من مطار هافانا بكوبا. وقال التلفزيون الكوبي أن الطائرة من طراز بوينغ 737 انحرفت بحدة نحو اليمين بعد إقلاعها في رحلة داخلية إلى مدينة هولغوين، وسقطت وسط منطقة زراعية ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. هذا وأعلنت السلطات الكوبية تشكيل لجنة خاصة لمعرفة سبب الحادث.
منحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حفيدها الأمير هاري قبل حفل زفافه لقب دوق ساسكس. من جانب آخر، احتشد آلاف الأشخاص لمتابعة حفل زفاف الأمير البريطاني والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في كنيسة سان جورج التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة بقلعة ويندسور. وشهد الحفل حضور أكثر من 100,000 شخص في شوارع المدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن، وسط إجراءات أمنية أقيمت حول قلعة ويندسور، أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم. هذا ويعد انتهاء مراسم الحفل. سيقام حفل استقبال في قاعة سان جورج بالقلعة. Will love and companionship. Who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit? My beloved speaks and says to me, Arise, my love, my fair one, and come away. نشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. طناء النخيل تقليد عماني يتجدد مع بدء تباشير موسم القيض. قالت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية واسعة الانتشار إن السلطنة تعد من أكثر دول الشرق الأوسط أمانا وتتمتع بالسلام. واعتبرت الصحيفة في تقرير لها أن السلطنة حالة فريدة من نوعها بين دول الشرق الأوسط والعالم، تدلل على استتباب حالة الأمن فيها. وأوضح التقرير أن السلطنة ومنذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، أصبحت وفقا لمسح أجرته الأمم المتحدة أسرع دول العالم تحقيقا للتنمية البشرية خلال الفترة من 1770 إلى 2010. كما وصفت الصحيفة الإيطالية السلطنة بأنها وجهة مميزة للزائرين والسياح لما تتمتع به من تنوع بيئي وثقافي. توعية للمجتمع بمسببات أمراض الكلى وبحثا لمؤشرات حالات الإصابة بأمراض الفشل الكلوي على المستويين المحلي والعالمي، نظم مستشفى الرستاق معرضا توعويا حول أمراض الكلى وكيفية تجنب مسببات هذا المرض. الكلية الجهاز الأساسي في جسم الإنسان، والذي يسهم بشكل أساسي في تنقية الدم وتخليص الجسم من السموم. ومن هنا جاءت حملات الوعي بأهمية الحفاظ على هذا الجهاز في الجسم، وخاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفشل الكلوي على المستوى المحلي والعالمي، حيث جاءت هذه المبادرة من وحدة طب الكلى بمستشفى الرستاق بإقامة هذه المساحة التوعوية في استهداف مباشر لكافة شرائح المجتمع بضرورة اتباع العادات الصحية السليمة التي تقي وتحافظ على سلامة الكلى. مرض السكري هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الكلى، فيقوم مستشفى الرستاق ممثلا بقسم الأمراض الباطنية وأمراض الكلى بعمل الفحوصات الدورية لهؤلاء المرضى وعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من وظائف الكلى مع هؤلاء المرضى. في مستشفى الرستاق كان العدد 79 مريض في العام الماضي، الآن في عدد ازدياد 90 مريضا، وهذه بصراحة طبعا مؤشر خلانا ان احنا لابد أن نتحرك إلى تحقيق الوعي المجتمعي، وهذا الهدف الأسمى من هذا اليوم. الملتقى تضمن أركانا متنوعة صبت كلها في التعريف بالكلى ووظائفها والأمراض التي تصيبها والعلاجات المتاحة والمتوفرة في مختلف مستشفيات السلطنة. مثل هذه المعارض التي تقام هي تعبر عن خروج الناس اللي في المستشفيات المهتمين برعاية الصحية للمجتمع لتوعيتهم. توعيتهم من خلال عرض مسببات الأمراض هذه، اللي هو كيفية التعامل مع مريض الكلى
المصاب بهذا وعمليات الغسيل وأنواع الغسيل المقدمة إليهم. اللقاء التوعوي المفتوح هذا تضمن أيضا أهمية الفحص المبكر والدوري لقياس وظائف الكلى وأهمية تجنب المسببات المباشرة لمرض الفشل الكلوي المتمثل في الإصابة بمرض السكري. كما كشفت أركان هذا المعرض كافة الجوانب المتعلقة بالكلى من حيث الوظائف والأمراض وخطوات العلاج، كما تم تقديم الاستشارات المباشرة والفحوصات لبعض تحاليل الدم وغيرها. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة. أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد الأنشطة التجارية في مختلف محافظات السلطنة والمسجلة لديها خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغت 153,700 نشاط، مرتفعة بنسبة كبيرة مقارنة ب 32,700 نشاط خلال الفترة نفسها من العام 2016. وأشارت دائرة الإحصاء إلى أن حركة النشاط التجاري خلال الربع الأخير من العام 2017 تركزت في محافظة مسقط، حيث شكلت ما نسبته نحو 39% من إجمالي حجم النشاط التجاري في السلطنة. تلتها محافظة شمال الباطنة بنحو 15%، ثم محافظة ظفار بنسبة 12.7%، وتوزعت النسبة المتبقية على بقية المحافظات حسب حجم النشاط التجاري. ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية شهر فبراير من العام الحالي لتصل إلى 12,548,000,000 عماني مقارنة ب 12,448,000,000 عماني للفترة نفسها من عام 2017. وذكرت النشرة الإحصائية للبنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل وودائع التوفير وودائع تحت الطلب. وأوضحت النشرة أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت نحو 11.5 مليار ريال عماني. بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر إبريل الماضي 29,032,500 برميل. وأشار التقرير الشهري لوزارة النفط والغاز إلى أن إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج قارب من 26 مليون برميل، وبلغ استيراد الصين من النفط الخام العماني ما نسبته 78% من مجمل الصادرات، مرتفعا بنحو 3% عن شهر مارس الماضي. وشهد شهر إبريل ارتفاعا ملحوظا في معدلات أسعار النفط الخام للنفوط المرجعية حول العالم تسليم شهر يونيو المقبل بالمقارنة مع تداولات شهر مارس الماضي. يعتبر طناء النخيل عادة سنوية تتزين بها معظم ضواحي النخيل بالسلطنة، وتقليدا اجتماعيا واقتصاديا مهما لدى الأهالي الذين يعتمدون على الزراعة مصدرا للرزق. التقرير التالي يرصد جانبا من عمليات طناء النخيل بولاية المضيب في محافظة الشمال الشرقية. يدور الدلال حول النخلة صائحا بأعلى صوته مخبرا عن بدء عملية طناء النخيل، أي بيع ثمارها بمزاد علني في إحدى مزارع النخيل في القرية، ليعلن عن سعر الثمار التي تحدق إليها العيون من أسفل تحاول أن تقدر كم تستحق من ثمن. النغال السنة ما تحتاج في الغلة، والرخص نهاية ما شغله الحمد لله. النغال للأولية توصل 20 ريال، وآخرها 10، وبعدنا خاطفين على الطريق ما نعرف يلف غلية ورخص اللي بيجي بيد صاب إلى الزبد إلى النغال إلى الخلاص إلى الخنيزي إلى المدلوكي بعد العيد، والناس في راحة والحمد لله. يبدأ طناء النخيل مع حلول الصيف وبداية تباشير رطب نخلة النغال، حيث يطوف أهل القرية بين مزارع النخيل وضواحي القرية ويدلهم صاحب المكان على أشجار النخيل التي يود طناءها، وعلى الدلال أن ينادي عليها، فيقترب الراغبون في المناداة بالمزايدة على سعرها. بدينا ننهم في الطناء تقريبا من أسبوعين حتى اليوم،
يكون الناس متواجدين من البلاد، يعني يعطوا اخبار كل واحد من اهل محوت ولا اهل دقم ولا اهل سراب، كل واحد يكون يعطي خبر الثاني. في يوم الفلاني بيكون تنافس ولايه المضيبين، 20 ريال 30 ريال حتى هيش كل النخله، وشيء ما خمسة ريال 7 ريال 10 ريال، يعني وصل حد 20 ريال. زين، وبعدين في الاسبوع كل اسبوع في محل، كل اسبوع في محل من ولايه المضيبين. في اول عادات الاوليه على 3 ايام 4 ايام، الحين ممكن ياخذ يومين بسبب قله ضعف الماء شويه، الماء ضعيف في الافلاج. زين، وثاني شيء يعني يكون كل منطقه فيها مضيبي، يعني فيها غرب وفيها شرق. اليوم بدينا منطقه الجانب الغربي، حتى هيش نخلص الغرب باكر الشرقه. زينه مناسبه 20 15 19 8 من تحت، الحمد لله رب العالمين. زينه مناسبه. الطناء عادة اجتماعية قديمة عرفت في المجتمع الزراعي العماني منذ القدم، ولا زالت متواصلة كإحدى صور اهتمام الإنسان العماني بموروثاته وتقاليده. أحمد بن محمد المعمري من ولاية المضيبي، محافظة شمال الشرقية. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. خلال لقاء بطهران، تعهدات أوروبية بالالتزام بالاتفاق النووي وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع إيران. المفوضية العليا العراقية تعلن تصدر كتلة مقتدى الصدر ب 54 مقعدا في الانتخابات البرلمانية. وفاة أكثر من 100 شخص في تحطم طائرة ركاب بكوبا. وفي ختام نشرتنا هذه، تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء. طابت أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى النشرة الجوية. من خلال آخر الصور الجوية مشاهدينا، ومنطقة شبه الجزيرة العربية، حيث بعض السحب المتفرقة التي تكون حاضرة على شمال منطقة شبه الجزيرة العربية. أجواء السلطنة تبقى مستقرة عدا بعض السحب التي تتشكل بشكل جيد عموما على سلسلتي جبال الحجر، مع استمرار فرصة لهطول بعض الأمطار المتفرقة. تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام لنشرة هذه الليلة، بداية من العاصمة، حيث تبدو الأجواء مستقرة خالية من السحب، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية. عند منتصف العشرين على محافظة جنوب الباطنة ضمن أجواء صافية مستقرة وخالية من السحب، وفي شمال الباطنة بعض السحب تكون حاضرة عموما، ودرجات الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية. في محافظة مسندم بعض السحب تكون حاضرة ودرجات الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية. على محافظة البريمي درجات الحرارة عند مطلع العشرين مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب، وفي محافظة الظاهرة أيضا أجواء مستقرة خالية من السحب ودرجات الحرارة تصل إلى 23 إلى 26 درجة مئوية. في محافظة الداخلية درجات الحرارة على المناطق الجبلية تصل إلى 15 درجة مئوية ضمن أجواء صافية ومستقرة. أجواء خالية من السحب على المناطق الجبلية لمحافظة شمال الشرقية، ودرجات الحرارة تصل إلى منتصف ونهاية العشرين. في محافظة جنوب الشرقية بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة عموما على سواحل السطن طلع على بحر العرب، ودرجات الحرارة تكون عند منتصف العشرين. في محافظة الوسطى بعض السحب تكون حاضرة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية. وأخيرا إلى محافظة الظفار، وبعض السحب تكون حاضرة عموما على المناطق الساحلية وشمال المحافظة، درجات الحرارة تتراوح ما بين مطلع العشرين ونهاية العشرين. الرياح على سواحل السلطنة مطلع على بحر العرب تبدو جنوبية غربية نشطة السرعة بحدود 15 عقدة، بالتالي البحر هادئ إلى متوسط الموج، أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر. سواحل محافظة مسندم تشهد رياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة بحدود 5 عقد، بالتالي البحر هادئ الموج،
أقصى ارتفاع له متر وربع المتر. وأخيرا إلى سواحل السطن طلع على بحر عمان، حيث تشهد رياح أيضا متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة بحدود 5 عقد، بالتالي البحر هادي الموج، أقصى ارتفاع له متر وربع المتر. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بخير.